هوريكوا دلوقتي تقرير يديك ويفهمك ملخص موسم الزمالك، ملخص فوز الزمالك بالدوري هذا العام، دوري ال 14 في تاريخ نادي الزمالك. شوف التقرير، انبسط بالتقرير، شوف الزمالك عمل ايه على مدار الموسم في وقت قليل جدا، وتعالى نكمل كلامنا. مهمة ممكن تكون مستحيلة وخطيرة عاشها الزمالك الموسم ده، حاجة كده زي انك تدخل لعبة علشان توصل لهدف معين، بس الثمن ممكن يكون غالي قوي لو وقعت او خسرت. جمهور الزمالك عارف وفاهم إنها صعبة، ولو كنت سألت أي مشجع في الزمالك أول الموسم كان هيقولك صعب، إحنا يا دوب هننافس على مركز يخلينا نلعب في أفريقيا. نادي الزمالك ترتيبه كام السنة دي في الدوري؟ السادس يا أخي، حاجة تغيظ. لا ما تتغاظ، هياخد الدوري بجد؟ أنا هلعب ماتش بكرة، تحب الزمالك يغلب كام؟ يعني خمسة علشان السكور، هيبقوا ستة عشان خاطر. صحيح صحيح. ظروف صعبة، إيقاف قيد، لاعبين عايزين يمشوا ولاعبين مش عايزين يجددوا، وده غير الإصابات. والحل واحد وحيد، ممكن تقول عليه المنقذ أو البروفيسور أو الأب الروحي. ومع شك كبير في عودة فريرا لظروف رحيله في الولاية الأولى ومرتبه الكبير في الفرق اللي دربها، وصل فريرا بالفعل لمطار القاهرة، وصول اتعلقت معاه آمال وأحلام يمكن تكون صعبة. وصل وصل وصل، الراعي الرسمي مهرجان النهارده. ما كانتش مثالية مع فريرا، وده طبعا كان طبيعي، فريق بيعاني من كل الظروف الصعبة الممكنة، بس بسرعة قدر يلم الفرقة ويمشي طارق حامد ومحمد أبو جبل، وإصابات وغيابات ولاعبين شباب ما بيشاركوش في أفضل الظروف، ورغم كده الفريق بيطلع لصدارة الدوري، وفي نفس الوقت بيعرف يوصل لنهائي الكاس ويكسب الأهلي. ممكن تقول الفضل الأول لفريرا، بس فريرا نفسه قال إن الفضل الأول للجماهير واللاعبين. Foram heróis hoje. Mas a equipa cada um tola na. Esta massa associativa, o camarada de estes fãs, tem que ter orgulho nestes jogadores. Tem que ter orgulho nestes jogadores. Esta é a vossa equipa. É diferente na terra. Esta é a nossa equipa. E é com esta equipa que nós vamos ganhar mais títulos. جماهير الزمالك واخدة على الظروف الصعبة دي، يمكن ده قدرها، بس دايما واقفة في ظهر الفريق، بتهتف وما بتسكتش، بتزعل بس ما بتهبطش. حماس ما بيخلص، وفريرا دايما كانت واضحة معاه، وده اللي وصله للاعبين. عايزين نكسب يبقى لازم يكون في التزام وتعاون وحماس. تعاون عاوز حماس، التزام، تعاون، حماس، هتجيبوا على طول. كل عنده مسؤولية عشان نحط النادي على الطريق الصح. وزي أي حكاية حلوة بيبقى فيها أبطال كتير، وفي برضو البطل اللي خد مشاهد أكتر زي زيزو اللي كان متوهج وعمل كل حاجة في الكورة، وفي شيكابالا اللي كان مصدر حقيقي للفرح لجمهور الزمالك على مدار سنين، كان هو الفرح ذاته، هو القائد واللاعب المؤثر حتى لو ظهر في مشاهد قليلة. الزمالك الموسم ده كان أقرب للمثالية، الكل ملتف حوالين هدف واحد، إدارة وجهاز فني ولاعبين، والأهم الجمهور. يمكن كان بيبان انك متأخر جدا عن كل اللي حواليك، وبعد ما كنت ورا الاهلي وبيراميدز بمسافة كبيرة تقدر تنطلق وتفاجئ الكل وتسبق زي فرس قرر انه يطلع اضعاف قدراته علشان يكون في الاخر الفرس الكسبان. وده كان ملخص حكاية موسم صعب ويمكن الاصعب في تاريخ